سما بي بتيت باري تاع الجزائر، يوم ان شاء الله نروح نشوفوها. بصح بلا ما نكثروا الهضره اخي، خو الحق من بلعب بس بهذه السرعه، اي ماشي بهذه السرعه بعد 800 ميتر طويله. زيد تركب مع طاكسي مشينا شوي، ما ادري ماشي بعيده بزاف، ما طولناش صح، ما عليه. المهم نمشي نشوفوا بالعباس كي داير. بون خوا، قبل ما نبدا لازم نعرفوا التاريخ تاع ولاية سيدي بلعباس. كيما على بالكم ولاية سيدي بلعباس جاية في الغرب الجزائري، تأسست سنة 1843 على يد لاموريسير، وكان الغرض من تأسيس هذه المدينة بالولاية الوهرانية هو إنشاء مركز للقوات الفرنسية. وهذا الشيء داروه باش يضيقوا الحصار على قبيلتي بني جعفر وبني عامر، باش ما يقدروش يجيبوا الحبوب ويجيبوا القوت تاعهم. وهي في آن واحد أراد بها الاستعمار إنشاء قلعة استعمارية حصينة أقامها للإشراف منها على حركات الأمير عبد القادر وترصد أعماله بنواحي معسكر ومليانة، وجعلها على مسافة متساوية بين معسكر وتلمسان حتى لا يتمكن الأمير عبد القادر من الاتصال بأنصاره ومساعديه. وفي رواية أخرى يقول لك بلي تفطن بها الجنرال بودو على لأهميتها الاستراتيجية، حيث أقام محمية على ضفاف نهر المكرة. يقول لك بلي المنبع تاعها النهر جاي من جنوب تلمسان، ويبلغ طول مجراه حوالي 240 كيلومتر. وفي وقت استعمار أغلبية سكان سيدي بلعباس كانوا اسبانيول. خو الحمد لله راني عاش شوية وريح شوية، وراني في واحد الجامع جاي في قلب مدينة سيدي بلعباس، سموه مسجد أبو بكر الصديق، وعجبني الله يبارك. خير عليكم خوا، اليوم نهار الزواج بالعباس، البارح كي وصلت قلت لكم بلي كنا نمشيو ندورو بالعباس مع بعض. المهم ما صورتش تقريبا بزاف، حيت البارح كنت عيان، كنت عاد جاي من الفواياج وكنت لافت القش، سما ما كنتش الاز باش نمشي ندور نصور. بالك اليوم ان شاء الله ما عندي والو، بحال مانيش لافت قش وما عنديش حاجه، ما عنديش حجه، اليوم ان شاء الله راني نصور. المهم البارح ما طقتش نصور بسبب هذا الانسان. ركبنا على الراب. لازم نصور شويه. وليك الحمد لله يا رب. الحمد لله. البارح ركب لي الرعب يا جماعة، أقسم بالله. خويا هذا هي الضيف اللي يجي لازم في الأول. شوف البارح عذبني، المهم جيت عيان، هذا علاه ما طقتش نصور، كنت لابد كراطيبي، واحد من قدام واحد مرة وقعدت نتمشى وما طقتش نصور، قاعد ندور نستنى فيها الإنسان يجي. وفي الليل كي وصلت للشومرة جيت عيان ثاني قاعد يدير لها. احنا هاكا، احنا جايين هاكا. اي ما كنتش داير ابوني في الانستغرام، هذا على مسج الستوري. ابوني في الانستغرام تاعي تاع المسعود هكا باش تشوفوا هذوك لي ستوري. أول محطة رانا نزورو فيها اليوم اللي هي الحديقة العمومية لولاية بلعباس.
واش الثاني اخويا انا كيتني انا كي درت كرمونة عجبتني الحاله خليني نتوضا صح الحاله والله العظيم هذه بعد مشي طويل هذه شغل مشيته بزاف مشيته بزاف هي قال لك لنا نخلفها خليني كي مشيت توضا بدي شعل لي في النار ما تدخلش غادي نشعل غادي نشحتك انا خليها غادي نشحتك صلاه اخويا غادي نشحتك غادي يها قدر روحك خليه شعل والان الخواب رانا نرقلوا في العشاء والله راني نرقل في العشاء جماعة راهم مشاو يشرو في الزيت لقينا باللي خصنا الزيت نسيناه ايوا هذه هي بعد ان شاء الله دوك نكملوا نوجدوا كل شيء ونطيبوا اي نوريكم النتيجه ان شاء الله شفنا ميزاج باللي ما صورناش في العشاء صورناكم في العشاء والله اللي نسينا خوتي صرا كلنا شي عامين ديجا غير شفت عشينا وحدة وربع اي حطينا كلينا دير والو حتى الوحدة ونص والله عاد تعشينا المهم تعشينا روضة ورقدنا ديرك تعشينا ورقدنا هي هذاك اللي ما تقدرش تصور دوك حطينا طابلة استطمنا قاعد وقف بصحتكم صحتكم خلوني وحدي حضروك ديستيناسيون جديده ان شاء الله خاصني نخدم الميكرو باش نبدا نمونطي في الفيديو اخيرا البس طاكسي